لو في بنت عايز تشتغل فيه او ست تشتغل فيه وهي مطمنه، ما دامك هتقدر بالنسبه ان هي يبقى عندها حدود مع اللي شغاله معايا هتنجح فيه. ما جاش لي الشغل. اه انت جيت بقى من ورا بقى. بس هو لو في لو عرف ان انت جيت تزعل قوي قول له حلقتني. كنت الاول في خجل وكسوف بس شويه، وبعد كده بقى مع الوقت ومع العمر بتاع شغل ده هترفع عليك قضيه. لا هترفع عليك قضيه. الاراء السلبيه غالبا لو انا مثلا جاي اشتغل معاه ويقول لي لا انا عايز راجل مسل على الراجل، وانا كده كده معايا الاستاف بتاعي فبخلي الراجل يشتغل معايا بيبقى قلقان. بس الاول بتفكروا حريمي، وبعد كده الست اللي اتفوجئ ان هو رجالي فكانت بتستغرب ان انا شغاله في المحل ولا انا قاعده كاشير ولا بعمل ايه بالظبط، فكانت تتفاجئ ان انا دخلت مثلا مع جوزها او ابنها وانا اللي بشتغل زي الايه. الناس بتفكر ان الست اللي بتشتغل دي مش مهتمية غير في شغلها بس، لا الست اللي بتشتغل مهتمية ببيتها ومهتمية بشغلها ومهتمية بكل حاجة. مش معنى ان هي بتشتغل يعني مقصرة، الحمد لله مش مقصرة. Thank you.